يعني يتبنون فكرة نعم أن من ليس على منهجنا هو ضدنا. وهذا الكلام ما هو كلام فقط سيد قطب. سيد قطب يرى أن هذه المجتمعات جاهلية وأن من ليس من الإخوان المسلمين هذا أصلا مو مسلم. نعم. يعني ليس هناك مجتمع مسلم وليس هناك دولة مسلمة. هذا هكذا يقول. لذلك يعني هكذا يقول في 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 كتاباته في منهجه في كتاباته. وهذا وهذا الأمر ينتقده حتى بعض الإخوان المسلمين اللي يعني طردوا من الإخوان مثل القرضاوي مثلا. يقول في آخر لقاء له في تركيا كان يقابل سلمان عودة يقول له يعني السيد قطب عنده تكفير للمجتمعات وعنده وعنده. أنا كان لي اعتراض على نظرته إلى لفظ الجاهلية هو وصف المجتمعات بالجاهلية أو شيء من هذا القبيل. تكفير التكفير أنا ذكرتنا في كتب بعض الآخر يعني ظنوا أن أنا أفتري عليه أو قلت لهم يا طبعا وجبت لهم بالنصوص من الكتب ونصوص ناطقة يعني قلت لهم هو هذا يعني لا يضر هو اجتهد. لكن سيد قطب لا يتجرأ أن يملي على الإخوان فكرة. الإخوان مهيئين لهذه الفكرة أصلا لأن حسن البنا قال وإنا لنعلن صراحة أن من لم ينهج بهذا المنهاج فليس له حظ في الإسلام. منهج الإخوان نعم. وليعتبر نفسه خصم للإسلام وليبحث له عن فكرة أخرى يدين بها. يعني وهم يدعون أنهم يقبلون الرأي الآخر وهم ضد الإقصاء وهم ضد يعني ديمقراطيين وهم ديمقراطيين ودعاة للحرية. يا أخي أنت لا ترى أنهم ديمقراطيين أبدا أبدا. وهم يدعون مثل ما يقول القرضاوي يقول نموت في سبيل الديمقراطية. نحن بالعكس نتمسك بالديمقراطية و